السلامة، اسمي محمد سيف الدين بن غياضة، عمري 29، نسكن في حي تضامن. أكيد ما فماش شكون ما يعرفش حي تضامن. طلع منها الطبيب، وطلع منها القاري، وطلع منها زادة ولد الحومة، وطلع منها زادة الفوتوغرافي. والله انا ملي صغير نحب تصور، كنت بالتليفون من الاول كيما اي واحد، معناها بالتليفون تبدا تعمل تصويره تشي خالات تحب تقدها. جات بيريود لقيت روحي هكا نحب نعمل حاجه مخير، خديت كاميرا بديت والحمد لله توا. ملي تعاملت الكاميرا وفي التليفون وانا نصور. من بعد جت كورونا، البريود هذيك تعديت صعيبه شويه، معناها واحد ما لقى ما يعمل، لقى كور على يوديمي هذايا سيت، فهمتني، يحطوا فيه لي كور بلاش وقتها في البريود هذيك. نلقى على الفوتوغرافي والفوتوشوب لايت روم لوجيسيالات هذوكم، من الاول بديت نتعلم، واحد عاونوني بالكدا. بعد شديت نصور في العباد، من الاول بديت نصور في ستريت هكا الحاجه اللي تعجبني كذا. كنت هذا شهور لانين، معناها الحكايه هذه كل صارت، فهمت، قلت علاش ما نعملش منها فلوس. بديت نصور في ولاد حومتي بشوي بشوي كها، وتعرفت ولات حيت هذام كل بريسك تصاير. انا نرى اللي واحد عنده موهبه يلزم يعمل منها الفلوس، ما تجيش واحد هكاك عنده موهبه ومخليها لروحه بالله. شنو معناها وقت اللي شديت في الحكايه هذيا؟ مانيش صغير، عمري وقتها 26 سنه 27 هكا، اللي ما عادش انا حتى داركم كها، وشوفوا في اخواتي اللي اصغر مني ما شجعني حد. اول كاميرا شريتها انا وصاحبي، بدينا من الاول كيفاش نتفرجوا فك عباد في امريكا والبرا وكذا، يركبوا هكا الجو برو لنا ويخرجوا يصوروا كاميرا قدامه ويبدا يمشي ويصور، فهمت. عجبتني، حبيت نعملها كيك. انا من الاول قلت لك ثلاثه شهور لانين كيك بديت، فهمتني، ما لقوا برو لا شيء، وحدي نصور الحاجه اللي تعجبني في الشارع وكذا. انا الحاجه الباهيه كي عندي، كي نخزر الحاجه تصوير قبل ما نصورها نعرف اسكو شو تجي باهيه ولا لا. معناها حتى الشمس ما نستعملهاش برشا في التصاور، ديما نحب العبد نحطه في الظل، لا ماتريال لا حد شيء، راه كاميرا كهو. انا بور لو مومون معناها عندي حاجات مربوط بهم، ما نجمش 5 سنين نعرف روحي وين بالضبط، اما بقدره ربي باش نكمل في الدومين وان شاء الله جاي خير. اما الاكثريه نولي كيما العباد اللي شفتهم من الاول، هذوكم جو برو يدور ويصور في الحاجه اللي يحب عليها. مورد رزق عندي انا، مورد رزق انا، كيف ما نهار ما من معناها ما يجيونيش برشا كليونات نبات نخم كيفاش اسكو طاحت معناها الحكايه ما عادش فيها فلوس وكذا، خاطر انا بديت وحدي ومانيش حتى عارف روحي وين ماشي. شنو هي الحاجه اللي العباد سنست بها؟ اللي هما ديما يجيو يصوروا في نفس البلاصه، معناها في الحومه في الدار كذا، فهمتني. الوقت ما خلانيش باش نمشي نصور في بلايص اخرى، اما انا نعرف روحي اي بلاصه اخرى باش نصور فيها راهي تخرج حاجه واو. انا بدي كيف نشوف تصاوري من الاول نضحك معناها على روحي كيفاش، تعلمت برشا حاجات معناها من وقتها لتوا، حتى لي زابليكاسيون اللي نستعمل فيهم وليت روحي معناها مش كيما قبل كيما تو، حاجات دغاغر هكا ما تفيقش بهم من الاول، من بعد بطول المده وحدك فهمت تفيق بهم. حاجات الايجابيه اللي انا واحد من الناس اللي يجي يصور اليوم ياخذ تصور اليوم، زيد كاوش تلقى رحب تصدر والجو، حتى الكليونات صحابي معناها الكل مع علاقتي طيبه معاهم الحمد لله يا رب. برشا ناس ياخذ كاميرا ويصور ويكتب فوتوغراف حتى يحط نمروه ولا بتكلمه، اما هي ماهيش هكاك الجمله، هي لازمك بالرسمي تركز مع برشا حاجات قبل ما تحط العابد يضحك وصور كهو، تخم حتى التصويره كيفاش من بعد باش تقاد كيفاش باش تطلع، فهمت. التصوير بالنسبه لي انا هوايه، حاجه تعمل عليها جو، ثم ناس تمشي تصطاد ولا تمشي حاجه هذيك الهوايه نتاعها، انا واحد من الناس التصوير، حتى نعمل تصاور كيف ما جات نقعد نقد فيهم في الليل لا ربح لا حد شيء نشيخ. تشوف تصويرتي انا في اي بلاصه تعرفني اللي انا عملته، حتى ديجا توا لا نحط لا في سينياتور لا حد شيء، برشا ناس تجيني
من اللي فيها كهول يعني. فما ناس نشوف فيهم يدخلوا في اليوتيوب ويتبع لك واحد، انا لا، انا كل حاجه نصنعها وكل حاجه اللي تحلى في عيني انا. وبيان سور زاد فما حاجه متعرفيش العباد، لازمك تتفرج برشا في تصاور الناس باش تنجم تعمل حاجه به بعينيك كهاو، تنجم حتى من بعد تخرج حاجه تشيخ عليها انت، تمتع نظرك بحاجه مزيانه ونظيفه اوتوماتيكمون كيش تمشي تخدم انت حاجه تحاول تخرج كيما الحاجه ذيك. نصور كل شيء، يكلموني حتى بور لي بوبليسيتي عادي، واللي يحب يتحصل عليا يكلمني على الفيسبوك سيف الدين.